فوق 2 سم والرأسي 1 سم وادي الشغل بتاعنا. فين السي جي بتاع الشكل؟ من السيمتري هو برضو هنا وادي محور اكس وادي محور اي اكس هتساوي في كم اريا مميزة في هذا الشكل؟ بالاريا مميزة يعني لو قلنا في تو اريز زي بعض يعني معناها ان هم قد بعض وايه تاني؟ والافكت بتاعتهم في الاي اكس قد بعض برضه. يبقى في كام اريا عندنا؟ بمعنى كام قوس هيضافوا بعض في الاي اكس بالشكل ده؟ كام قوس هيبقوا مضافين لبعض؟ بص كده على البليت الافقي اللي هو فوق وتحت، دول يعتبروا ايدنتيكال في الاي اكس ولا مختلفين؟ ايدنتيكال مش كده؟ والراسي يبقى انا عندي كام تورف موجودين معايا؟ في كام اريا مميزه في الشكل ده؟ 2 بس اللي هو البليت الافقي والبليت الراسي، مظبوط؟ فيبقى في كام قوس هنفتحهم هنا؟ كام قوس؟ 2. ده ملوش وجود الثالث ده. هنقول بقى البليت الافقي اهو وده للبليت الراسي ده، تمييز بره البراكت. مضروب في كام هنا؟ 2 عشان عندي 2 ايضا. 2 اخد تاثير الواحد جوه القوس وهنا برضو 2. اي اكس بقى بتساوي كام للبليت الافقي؟ اخر حاجه قلناها المره اللي فاتت بنروح عند اللوكال اكس ونحسب عندها وبعدين ننقل من اللوكال للجلوبال عن طريق اريا المربع مثلا. فيبقى هنا اللوكال كام بتاع الافق ده؟ حوالين برضه اكس شغال اكس يساوي كام؟ تمانين في 2 تكعيب على 12 ادي في اتش تكعيب على 12 زائد اريا في مسافة سكوير. ما هي تلك المسافة؟ اللي هي من هنا لهنا 20 وعليها سنتي تاني اللي هو السي جي بتاع البريد يبقى 21. واضحه دي للجميع ولا لا؟ البليت الافقي الاي لوكال 80 في 2 تكعيب على 12 وبعدين نقل المحاور اريا في مربع المسافه، الاريا 2 في 80 ومربع المسافه، المسافه 21 اللي هي بين السي جي ده والسي جي الاصلي ده 21 سم. نيجي بقى للواقف رأسي بي برضو اتش تكعيب على 12 يبقى 1 في 40 تكعيب على 12 زائد اريا في مربع المسافة، صح؟ ما هي المسافة بقى بين اللوكال والجلوبال بالنسبة للرأسي؟ ينطبق
الاكسجين بتاع الراس فين؟ النص. الاكسجين بتاع الشكل كله ده في النص. النقله هنا هتبقى ايه؟ مفيش نقله. ده انطبق الاكسجين اللوكال مع الجلوبال. يبقى هنا زيرو. حد مش شايف الزيرو ده؟ مسافه بين اللوكال والجلوبال انطبق بالصدفه هنا. ده الاي واي بقى هيبقى ايه؟ اي واي مين اللي مش هيعرف ينقل زي ده؟ الاوتوبيل مش هينقل السي جي بتاعه هنا السي جي بتاع ده هنا فمفيش نقل. نشوف اي واي ولا خلاص اي اكس جاب تاني؟ كل ده بقى ايه فايدته؟ ان احنا عايزين عمل ده كل ده كان ديفينيشن مش كده؟ ومن الديفينيشن جبنا نيوميريكال اكسبريشنز للحاجات دي. عملنا ديفينيشن وطلعنا من الديفينيشن الارقام دي خلاص؟ فهنا رقم وحداته ايه الاي ده؟ وحداته جبت ايه؟ اريا في مربع مسافه يبقى ايه؟ ايوه لينس انتو ذا باور 4 دايما بوزيتيف ديفينيت. مفيش حاجه اسمها انديفينيت. بوزيتيف ديفينيت ديفينيت لان هو انتجريشن بتاع ايفن فانكشن. فاحنا دلوقتي خلصنا بروبرتيز لحد ما لو في حاجه نقدر نراجعها. سيفتي بقى مين اللي بيحدد السيفتي؟ الماتيريال المعينه ايه هو السيف زون بتاعها وايه هو الانسيف زون؟ لو عرفت السيف زون اقدر اقول ان انا حسابيا انا وزين ايه؟ نتعلم ازاي نحسب. اقول انا وزين زون السيف او طلعت بره بقيت انسيف. السيفتي بقى بتيجي منين؟ دلوقتي احنا عملنا انترنال فورسز. الانترنال فورسز دي هي المفروض انه المنشا يشيلها يتحملها ما تتعداش امكانياته او حدود مقدرته على التحمل. ما هي الانترنال فورسز؟ بالنسبه لل2 دي بتاعنا هو ايه؟ النورمال شير والبندر. عندنا الدايجرام عارفينه عند كل النقط. المساله السيفتي هتبدا بايه؟ بمنشا تعمل له الانترنال فورسز صح؟ معلوميه الانترنال فورسز بقى هل انت وانت بترسم الدايجرام مع المهندس بسام الصبح ولا ايا كان او اكزام او غيره بتحل تقدر تبص للكاميرا دي او للفريم ده او لكده تقول ده سيف ولا انسيف من الارقام دي؟ حتى لو ارقام عاليه لو جالك مثلا 100,000 طن سيف ولا انسيف؟ عندك رقم حللته طلع كده وقفت. هل ال 10 طن ال 20 طن وال 30 طن يقولوا حاجه لوحدهم؟ لا لازم ايه بقى؟ هيقولوا حاجه مع ايه؟ مع properties of sections. وده اللي بيقودنا الى ان السيفتي مرتبط بما يسمى مش اللود ولكن الستريس. انت لما تيجي تعبر عن انك تعبان من الشغل تقول انا ايه؟ مجهد او يعني او عليا انفعالات كبيره بس تقول انا مجهد
ستريس يعني ايه؟ هل بتقول انا محمل؟ لو قلت الواحد انا محمل شايف ده مش معناها انت مجهد، معناها انك انت جالك حمل وانت شايله، ما بيشيرش الى انت مجهد ولا غير مجهد. وبعدين ممكن باجهاد معين يحصل كولابس للماتيريالز. فاحنا هنا الشغل بتاعنا كله هيخش بقى تحت بند ستريسز. وعندنا كام نوع من انواع الستريسز؟ هما اتنين، نورمال ستريس وشير ستريس. مين بيعمل انيشيشن لده ومين بيعمل انيشيشن لده؟ مين اللي بيعمل انيشيشن للنورمال ستريس؟ من الدياجرامز اللي انت عملتها مين؟ طبعا النورمال فورس دايركت. ومين تاني؟ ولا خلاص كده؟ ها؟ هل البندنج بيعمل نورمال ستريس ولا ما بيعملش؟ بيعمل تورشن. ايه؟ بيعمل تورشن. لا لا لا، تورشن يعني كده وده بره دومين. التورشن يعني لي. لا، هل البندنج بصوره او باخرى جبنا سيره نورمال فيها ولا هو يعني قلنا ديل السهل وراس السهل كان بيشير الى ايه؟ ديل السهل. ها؟ ديل السهل كان بيشير الى ايه؟ الجزء المسدود وراسه الجزء المضغوط. يعني بيعمل ايه؟ نورمال، بس ايه؟ نورمال غير منتظم، شد في حته وضغط في حته، بس بيعمل نورمال. يبقى النورمال ستريس البارامترز بتاعته اللي هتخش تاثر فيه هي ايه؟ نورمال والبندنج. انا العرف يسموا النورمال ستريس سيجنال والشير ستريس ده نورمال ستريس، والشير ستريس جرى العرف يسموه تاو. كويس، هنتعلم نجيب الجهادات ده وده ويز كونسنتريشن على مين زي ما بيقولوا برايمر للانهيارات. يعني الشائع اللي بيعمل الانهيارات هو النورمال الشائع. يعني معظم الانهيارات في الاسقف بتبقى عامله كده وتلاقيها اتربقت بعد ما بتشوفها عمل البندنج قدامك ريفلكشن على صوره البندنج. هي النورمال برايمري، الشير سكند. فاحنا بنصمم على النورمال ستريس وبعدين في الاخر خالص تشيك شير. يعني برضو تشيك شير، بس مش بصمم على تشير وتشيك نورمال. على اساس النورمال هو المين كوز اوف فيلر والشير سكند، فانا بعمل ده واعمل تشيك على الشير. فهتلاقي المسائل بتاعتنا كونسنتريتد على مين؟ على النورمال. بس مفيش مانع نتعلم ازاي نجيب شير ستريس برضو عشان في الاخر خالص في هنا ايه؟ تشيك شير. خلي بالك بقى في امتحان تشيك شير ما تتقلقش، المهم ان انت شغال على البرايمري او المين ستريس اللي هو النورمال ستريس. فسجن هتساوي كانتر اثنين، واحد اسوشيتد مع النورمال وواحد اخر اسوشيتد مع البندنج مومنت اللي هنسميه ام عشان تسهيل المعادله. يبقى ام وام يتجمعوا على بعض ولا يتطرحوا من بعض ولا حسب الاشارات ولا مالهمش دعوه ببعض؟ بالظبط حسب الاشارات. نورمال كومبريشن بعدين اشارته ايه؟ نيجاتيف. يبقى لما يجي ديل السهم تحت النيجاتيف ده هيجمع مع الجزء الفوقاني من المنشأ ولا الجزء التحتاني؟ مع الفوقاني، هيدي مور نيجاتيف وتحت هيبقوا ايه؟ بيلاشوا بعض شويه. السكشن اللي عليه كومبريشن في حته هتبقى هايلي كومبريسد وفي حاجه هتكون ايه؟ لايتلي انتنشن. انما لو هو تنشن وجالك مومنت هيبقى العكس. ده كده لسه المعادلات بقى هنكتبها بصوره رياضيه باختيار الاشارات بحيث ان انت ما تفكرش كتير، تحط اشاراتك وتاخد الواي والاكس
اكس والحاجات دي بالبوزيتيف ساينز اللي انت عارفها. فهننسى شويه ما يسمى ديل السهم. ديل السهم ساعدنا في ان احنا نرسم ايه الدياجرام وعرفنا فين الجزء المشدود وفين الجزء المضغوط. مش كده لما رسمنا الدياجرام فوق وتحت انت عارف الحته دي العلوي هو المشدود وهنا السفلي هو. خلاص الدياجرام واضح انه محدد بالظبط مين شد ومين ضغط في البند والنورمال سيم كيس بوزيتيف هو الشد. هما هيتجمعوا جمع جبري. احيانا في حاجات بتتجمع ابسولوت فاليو يعني البوزيتيف والنيجاتيف يتجمعوا مع بعض كده، لما هنا جمع جبري لان التنشن بيعاكس الكومبريشن. يعني لو حاجه عليها تنشن وجالها كومبريشن من حته اخرى بيلاشوا بعض، جه تنشن وجه تنشن تاني بيجمع ويعمل ماجنيفيكيشن. واضحه؟ طيب في ترم من دول فيزيائيا خدناها قبل كده؟ فيزيائيا من الفيزيكس اكيد خدنا في الفيزيكس. النورمال كنت بتقسمه على ايه عشان يديك ستريس؟ زائد ام ام بقى على ايه؟ فوليوم. نعم فوليوم. فوليوم يعني ايه فوليوم؟ ما ينفعش ايه؟ عشان دايمنشنز مش اكتر. فوليوم فوليوم بتاع ايه؟ اي حاجه بس مش فول، بس حاجه انت حاسس انها تو باور سي عشان يدي الاسترس اللي هو طن بر متر سكوير اول. فده هو التوبيك بتاع النهارده. هنعمل ديريفيشن ان هي مش ستريت كده فوليوم، بس اهم حاجه اللي احنا رسمينه ده اللي انت شايفه ده اسمه ايه معايا او افهم معايا؟ كروس سكشن. ده يجي فين في الاعراض من المسائل اللي حليناها الصبح والاسابيع اللي فاتت؟ يجي فين بالظبط الكروس سكشن ده؟ مدل انا بكاميرا حضرتك رسمت وعملت فين الكروس سكشن كده، وبعدين عملنا فيه ايه؟ لفيناه كده زي ما كنا بنعمل كروس سكشن سايد فيو. فده هو كروس سكشن سايد فيو. لما اجي ارسمه لونجيتيودنال ما هو الاكس؟ انا رسمت لك الكاميرا ايه؟ وقطعنا بس فين الاكس؟ كده 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 فالمومنت هيكون ام ايه مثلا والكروس سكشن اللي هيقاوم على الاكسيز زاد، بس احنا هنسميه اكس عشان ما ازودش انا البارادنر بسرعه كتير. ده كروس سكشن او سكشن سايد فيو، يعني لازم ارسمه كده وابص له كده وانا بفرده لك زميل عمل لي بايده كده يعني فاهم عشان نشوفه. لازم نلف ده اللي هو elevation side view plan اللي نظام الرسم اللي هو هندسي اللي خدناه. لازم نعرف مين شايل مين واللود ماشي ازاي ومين اللي شايل. كان عندي شويه برضو drawings او يعني رسم مدني او رسم هندسي. اللي في لو في حاجه مش واضحه في اللي احنا بنقوله ده فايل ممكن حد يكون متخيل. احنا عملنا كروس سكشن سايد وحطينا اكس وواي على بس الحقيقه لو جيت لميت دي لفيتها بقى كمان كده نزل هتلاقي الاكس هي يعني لف ده كده هتلاقي الاكس هي زي مش هتلاقي الاكس حد قال لك في حاجه في السد. فعندنا هنا الام
شوية ترنات كده هناخدهم دلوقتي. ده وده مربوطين ببعض، هما بيتجمعوا على بعض. هل في حاجة ربطهم ولا كل واحد ترن اندبندنت عن التاني؟ يعني ده في أي مومن داخلة فيه أو ده في أي إن من ده داخل فيه ولا كل واحد اندبندنت؟ فده ترن اندبندنت وده ترن اندبندنت. فاحنا هندرس دلوقتي ده، خلصناه ده كده نهائي وجاي من الفيزيكس معرف وواضح وجميل والاريا وموجوده والاريا هنا اعرف اجيبها سهل. اما الثاني بقى فهعتبر ايه؟ ان انا عندي ان ولا حلغي الان وانا بعمل ديريفيشن؟ الان موجوده ولا مش هجيب سيرتها؟ ها؟ مش هجيب سيرتها. ليه؟ انا عايز بقى سيره ده فما وجعش دماغي بالان انه هيجمع عليه ان لو هي موجوده. لو مفيش ان هتبقى الترم سهل، ولو مفيش ام هيبقى الترم ايه؟ سهل. احنا هناخد بقى افكت اوف ام اون سيجما. ده هنجيبه ازاي بقى؟ خلاص الكلام ده يسمى ب كينماتكس. اللي هي ايه؟ في دينامكس، في ستاتيك، في كينماتكس. اللي هي كينماتكس التشكلات، السترينز والشكل العام ومتشكل ازاي، ومنه نقدر نستنتج شويه معادلات بواسطه سترينز وستريسز. دي بيسموها كينماتيك. فهنا عندي جزء من الكاميرا طوله اس، خدنا جزء كده طوله اس. لما يجي عليه مومنت هيتشكل ازاي؟ ايوه هيجي مومنت عليه بالمنظر. هيتشكل ازاي؟ ايوه هيجي الجزء الفوقاني هيحصل له ايه والجزء التحتاني هيحصل له ايه والجناب هيحصل له ايه؟ كلنا شفنا الجسم بيفور ديفورميشن، افتر ديفورميشن هيبقى شكله ايه؟ الخط ده هيبقى ايه؟ هيميل شويه لان في حته شد تحت حته ضهر، هو اصلا كان هنا هيجي عامل كده وده اصلا كان كده هيخش هنا شويه ويطلع من هنا شويه. وفوق بقى هيحصل ايه؟ تحت هيحصل الفونجيشن، وفوق هيحصل الفونجيشن. فده الشكل افطر شكل كده. في حد معترض؟ الابروكسيميشن اللي هنعملها والمودل انه الجناب دي هتبقى ستريت لاين افتر ديفورميشن. ليه هتبقى ممكن نعمل ابروكسيميشن دي؟ ان سمكها رفيع بالنسبه لطولها فالحركه بعتبرها ستريت ما فيهاش كيرفج. ممكن معلش تاني في الجناب اللي هو ايه؟ اللي هي الجزء اللي هو بنهمله. احنا هنا اعتبرنا ان ده خط. خط بيفور ديفورميشن ريمينز خط افتر ديفورميشن. ليه؟ لان البادي ده صغير بالنسبه لطول الكاميرا. فانا شكلت لك كاميرا كده. لو خدت كروس سكشن كده هتلاقي افتر ديفورميشن ابروكسيميشن ستريت لاين، مع انه ممكن يبقى شويه زجزاج شويه. ودي اسامبشن موجوده في الكتب وكله شغال عليها لان البعد صغير بالنسبه. فهنا ده بيسمح لي ان انا اعتبر ان ده خط وده خط، وبالتالي اقدر اقول دول ان شاء الله هيتقابلوا فين؟
هل هيتقابلوا في المانا نهايه ولا في النهايه؟ النهايه. بس الديفورميشن صغيره ولا كبيره؟ صغيره. فهيتقابلوا في نقطه مش في النهايه بس هي بعيده بس محدده برضه. بحيث ما يهمهاش انت اس بتاعتك فين؟ انت بعيد قوي. كويس؟ فهنا هتقول ان ده هنا اولا في ده كومبريشن وده تنشن، اكيد في خط ان بتوين لا هو تنشن ولا هو كومبريشن اللي هو بيسموه ايه؟ ان ايه؟ نيوترال اكسس اللي هو نيوترال ده بيتشد ولا بيتشد. وده قانون رياضي عشان تطلع من البوزيتيف للنيجاتيف او العكس لازم تمر على ايه؟ لازم تمر على الزيرو از لونج از ان الداله بتاعتك مالها؟ كونتينوس. لو الداله ديسكونتينوس مش شرط تعدي من الناقص للزائد على الصفر، لكن ده يروح كده وده يروح كده. انما هل احنا الديفورميشن ده الشكل بتاعنا ده كونتينوس ولا ديسكونتينوس؟ هو متماسك كتله. يبقى ايه؟ في لازم خط نيوترال اكسس. نيوترال اكسس يعني لا زياده ولا نقص. هناخد بعيد عنه خط تاني على بعد واي. هذا الخط استطال قد ايه؟ هنا هنقول ده اسمه برو اللي هو نص القطر بتاع الدوران، والزاوية دي هنسميها دي فاي انها صغيرة. نعم؟ الطول اس بتساوي برو دي فاي. دلوقتي الواي دي حصل لها ايه؟ بما انها تحت النيوترال اكسس يبقى استطالت ولا انضغطت؟ استطالت. لو انا كنت فرضها فوقيها كانت هتبقى ايه؟ هي استطالت. استطالت لقد ايه؟ لو جيت انا ده خط كده خدت الموازي ليه؟ يعني ده موازي ده. يبقى فين الخط الاصلي؟ ده الخط الاصلي، ده بقى موازي ده. يبقى ده سيم اس. الزياده اللي حصلت هنا هي دي. دي بقى قيمتها كام؟ الزاويه دي هتبقى كام؟ فاي. لما ده موازي ده فده بيسموه الاوبوزيت. فدي دي فاي. والزياده هنا قد ايه؟ واي دي فاي. ليه الواي دي فاي على طول من غير ما ابص سايد ولا كوسايد ولا الزاوية الصغيرة الساين هو نفس دي فاي. ساين دي فاي هي ايه؟ او تان دي فاي هي انما كوساين دي فاي دي فاي انها زاوية صغيرة جدا اللي هي الساين والتان هما اللي بيبقوا دي فاي. فالحتة دي هي واي دي فاي والباقي ده الحته الباقيه اللي هي الاوريجنال رو دي فاي اللي هي اس. نعم. نيوترال اكسس ده لا زاد ولا قل؟ لا مش هوريزونتال، هو طوله الاصل فضل هو اتشكل معاه بس فضل طوله واحد. يعني الدخول من هنا والدخول من هنا بس النقطتين دول فضلوا على بعد واحد. كله كيرف. النقطتين دول على بعد واحد، فوق صغر البعد، تحت كبر البعد، في نقطتين فضل البعد. فهنا نقدر نستنتج ايه من الجيومتري دي؟ في عندي حاجة اسمها ستريس، في حاجة اسمها سترين ابسلون، والسترين ده بيساوي ايه؟ لو ضربته في اي هيديك سيجما. اي ده اللي هو يانجز مودولس اوف الاستيسيتي اللي هو معامل الاستيسيتي بيسموه معامل الكزازه اللي هو بتاعت السبرينج، معامل الزنبرك اللي هو السبرينج. اوكي؟ طب هنا من الجيومتري دي هل في امكانيه ايجاد سترين؟ انا بدور على مين؟ على السترين ولا على الاستريس؟ على
اساسا ندور على ايه؟ ولكن عايز استعين بشكل الكلمات ده اللي هو في تشكلات. ومن الستريت هقدر اوصل بدل ما اقدر مش هقدر اوصل له على طول، اوصل له عن طريق هي دي مادة الكيناماتيكا اللي بنتكلم عنها. هنا الاستريم بقى يساوي كام؟ ابسلون. اولا ابسلون از ا فانكشن اوف ايه؟ هل ابسلون ثابتة ولا فانكشن اوف واي؟ ابسلون ايه؟ كل سطر من دول له ايه؟ له استطالة او انضغاط، يعني له سترين. الجزء الفوقاني بالنيجاتيف يعني كومبريشن، والنص الثاني بالزيادة يعني تنشن. فابسلون has to be written as a function of mean. مين المتغير بتاعي دلوقتي؟ مين؟ انا قلت على بعد واي، يبقى مين المتغير؟ واي. يبقى ابسلون function of واي. هتساوي ايه بقى؟ تساوي واي دي فاي، ده الالونجيشن اللي حصل. لازم يتقسم على ايه؟ على طول الاصل عشان يديني سترين. السترين هو الالونجيشن على اصل. تمدد او انكماش على الطول الاصل. فهنا ابسلون هتساوي از فانكشن اوف واي من الخط ده اللي انا واقف عنده، واي دي فاي دي الاستطاله، على طول الاصل اللي هو مين؟ اس اللي هو رو لا يساوي واي على نعم رو ده نص قطر الحركه. عملنا حركه كده اعتبرناها نص دايره او جزء من دايره. رو ده التقابل بقى بتاعها او القطر بتاعها نص القطر. مين ثابت في المعادلة دي؟ مين ثابت؟ رو. ومين المتغير؟ واي. وابسلون is a function of واي. سيجما تساوي سيجما is a function of a. هل في حد حاسس ان احنا داخلين على فوليوم؟ لا مش داخلين على فوليوم خالص. انا ستيل ان بلين. ها ده is a function of y. ان لما دخلت بتديني ستريس فانكشن اوف واي ولا ثابت؟ هنا على ايه؟ فيها واي دي، يبقى الستريس كان ثابت. يعني لو في نورمال بس الستريس ايه؟ ثابت. وجود مومنت لازم هيبقى فيه فانكشن اوف ايه؟ والفانكشن دي ده ثابت وده ثابت صح؟ دي ثابته للماده والرو ثابته للشكل اللي احنا شكلناه ده. المتغير هو واي. لو واي بصفر سيجما هتبقى بكام؟ زيرو. وابسلون هتبقى بكام؟ ده اللي هو اللي اسمه ايه؟ نيوترال اكشن. لو واي بصفر نو سترين وكورسبوندنجلي نو ستريس. فين اعلى نقطه في الاستريس؟ عند واي ماكسيموم. فين الواي الماكسيموم دي؟ فوق يا تحت. هل الكمبريشن بما انه نيجاتيف والتنشن بما انه بوزيتيف، ببص على البوزيتيف انه هو النيجاتيف ده رقم صغير ولا هي ابسولوت فاليوز؟ يعني لو طلع النيجاتيف ناقص 100 والبوزيتيف صفر اعتبر نفسي كويس ولا وحش؟ ناقص 100 دي ممكن تعمل لي مشكله. فحكايه انه واي بوزيتيف او نيجاتيف يعني سيجما بوزيتيف او نيجاتيف ده لا يعني انه ده
هو indication لproperties وbehavior. ففين الماكسيموم واي؟ يعني ماكسيموم ستريس يبقى فين؟ يا فوق يا تحت. فوق هيبقى في الحالة دي فوق هيبقى ايه؟ تنشن ولا كومبريشن؟ فوق هيبقى كومبريشن، تحت هيبقى ايه؟ يبقى لو انا عايز اكتب المعادلة دي سيجما مع الواي البوستيف تبقى نيجاتيف صح؟ وسيجما مع الواي النيجاتيف هتبقى ايه؟ بوست مش كده؟ الواي اهي لما تيجي هنا بقى انا نيجاتيف يعني سيجما مع الواي النيجاتيف بوست وسيجما مع الواي البوستيف نيجاتيف. مين بقى اللي يعدل المعادلة دي؟ ها؟ نيجاتيف ساين؟ مين اللي يعدلها لي؟ اللي يخلي الواي بوزيتيف يديني سيجما بوزيتيف والواي نيجاتيف يديني سيجما نيجاتيف، مين اللي يعدلها؟ الحاجة اللي هيتضرب فيها بعد كده بقى المومنت. يعني المومنت ده من وجهة نظر المعادلات اللي كتبناها بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ فكر قبل ما تجاوب. المومنت اللي احنا فرضناه ده بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ ده نيجاتيف صح؟ مع انه من حصة واحدة كنا معتبرينه ايه؟ فبقولك عشان كده بنلغي الرياضة شوية دلوقتي عايزين نطوع معادلات بحيث تديني ارقام يعني لما يكون ده السهم لتحت المومنت يبقى ايه؟ في الاستريس نيجاتيف المومنت تبقى نيجاتيف، ده السهم لفوق يبقى المومنت ايه؟ بما يعني لو الجزء في اللي هو عارف الرباع بتاع في الدايره في ربع الاول والثاني والثالث في ربع اول وربع رابع والتانيين بالسيمتري زي بعض، فلما يكون الربع الاول مشدود يبقى المومنت ده ايه؟ ماشي بص بقى نيجاتيف. لما يكون الربع الاول في حاله شد يبقى ده بوزيتيف مومنت ولا نيجاتيف مومنت؟ جزء الربع الاول الواي فيه بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف مش كده؟ الربع الاول بوزيتيف، يبقى المومنت اللي بيعمل تنشن فوق مع الواي اللي فوق البوزيتيف يبقى هو ايه؟ البوزيتيف، عشان اضرب ده في واي بوزيتيف يديني رقم ده في المسائل. بس خلينا يعني انا بحاول اديك هنت انه ديل السهم خلص دوره في ان رسمنا الدياجرامز مظبوطه. بعد كده بقى هناخد ديل السهم بقى ونشوف بقى الربع الاول اللي هو معاه الواي بوست. ما ينفعش احط النيجاتيف ساين جنب الايكويشن كل حاجه. يعني انت عايزه السيجما واي نيجاتيف. ما لسه ما عملناش حاجه. لا سيجما واي كده اي في واي على ربع. نيجاتيف عليها؟ ليه؟ مش هحط نيجاتيف هنا، هحط نيجاتيف ليه؟ هحط نيجاتيف، انا هعرف المومنت بقى بطريقه سهله. هنعرفها بالربع الاول اللي هو الواي في بوست. لو هو مشدود يبقى ام ام بوست وبتديني سيجما بوست دايركت. انا عايز اوصل لان سيجما الاشارات اللي فيها توصل الى انه تنشن او كومبريشن اكزاكت. بالواي البوست ده مش هاخد واي تحت بوست، لا. مش هلغي الرياضة هنا. الواي اللي فوق وسط. فهنا طب دلوقتي المعادلة بقى فين أما في اللعبة دي كلها؟ ده كده لو أنا جبت كروس سكشن مثلا هنا أيا كان شكله أجيب كروس سكشن ده ماشي مع واي ده اللي هو X هنا الواي اللي هو الـ عند الخط ده ايه الحاجة الكومن اللي بينهم؟ حاجة الكومن ده كروس سكشن بقى ايه الكومن اللي هنا؟ واي كومن صح؟ واي كومن عند هنا كل دول ليهم نفس
في حاجه الكروس سكشن كل ده فيه والاكس والواي اللي ابتدينا بيهم على فكره. الكروس ده كروس سكشن يعني قطعنا وبصينا كده. ده اللونجيتودنال بتاع البيم اللي هو اتشكل لي قدامي كده في البروفايل اللونجيتودنال. فده عليه ستريس قيمته كام؟ الخط ده اهو دي فوق على رو ده الستريس. لو انا دي قلت الستريس اهو سيجما واي ده هنسميه دي اي حقنا ولا لا؟ شريحه كده اسميها دي اي. ما هي العلاقه بين الام والستريس تايمز دي اي؟ ايه العلاقه؟ ستريس في دي اي ده فورس لازم اضربه في ايه؟ في دراع. وات از ذا ديستانس؟ واي مش كده؟ يبقى هقول ان ده مضروب في واي واعمل عليه ده دي ايه؟ اعمل عليه ايه؟ المعادله دي سليمه مظبوط؟ صح المعادله دي سليمه واي في سيجما دي. طيب مين فيهم اسهل اشتغل بيه سيجما ولا اكس؟ ولا مش فرق؟ الاثنين محطوطين على صوره واي ورو والكلام ده. فانا عرضتها ده لسيجما هقول ان ده واي يا اي مدى
الماتريكس غلطه. نعمل سمبليفيكيشن ازاي بقى هنا؟ مين هيتشال مع بعضه؟ ها؟ ايه مع الايه مش كده؟ مع ان الايه ما كانتش مضايقه انا بس عارفها. كل ماده معروفه لك بس هي اتشالت ما ظهرتش. يبقى ذرفور سيجما هتساوي كام بقى؟ سيجما اوف واي هتساوي هنا ام ام في واي دي على اي فانكشن اوف واي. يعني لو واي بزيرو الماكسيموم برضه والمينيموم هيبقوا عند الويات اللي فوق. هي المعادله بتاعتي ان على ايه زائد ام واي على اي. فهي واي على اي دول هما اس 3 ان واي اس 1 واي اس 2. عشان كده احنا عرفنا الاي اس. طيب نيجي بقى لاخر حته. وات از ذا نيوترال اكسس؟ دلوقتي عشان اقول واي واي مش عارف ايه كل ده كان بيزد على ان انا عندي ايه؟ نيوترال اكس صح؟ لو انا مش عارف هو فين هيحصل ايه؟ مش عارف تجيب واي. يعني الواي دي مقاسه من ايه؟ لا مقاسه من نيوترال اكس. وات از نيوترال اكس؟ اثبت لي بقى. هي سي هو نيوترال اكسس هو سي جي يحتمل يبقى كده ويحتمل ايه؟ مش كده؟ صح. مش لازم نعمل ديريفيشن ولا في حاجة بتقول أكيد هو؟ في حاجة بتقول أكيد هو ولا لأ؟ مفيش حاجة بتقول أكيد هو. هو 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 فعلا هو بس مش أكيد هو غير لما نثبت إن هو. فاهم قصدي؟ يعني أنت جبت الحل بس من غير باك جراوند. احنا هنقول الحل اللي هو بالفعل. انا ما لو ما عرفتش عشان اقيس الواي منين ما حلتش حاجه صح؟ ما جبتش اي اكس ولا عرفت اعمل ايه. لازم اعرف الاكس دي هنا فين التاكسيز اللي هو اكس. خلاص فين دول؟ بنفس المنطق بتاع الانتجريشن ده هنعمل ان تساوي كام؟ هنا اللي احنا عملناه ده ان كانت موجوده وعملنا الانتجريشن بتاعها. فين ان؟ ان كانت موجوده ولا غير موجوده؟ كانت موجوده في الدريفيشن ده ولا غير موجوده؟ ها؟ مش موجوده يعني ايه؟ يعني زيرو. يعني الكيس دي تأثير المومنت بس. وبعد كده بعد ما عرفت تأثير المومنت هروح ضمه على ما هو تأثير ان. انما الحالة دي ان ايكوال كام؟ زيرو. وانا شغال بجيب الديريفيشن بتاع المومنت ده بيز على ان نو ان موجودة في الديريفيشن. لما ممكن تبقى موجودة وتتجمع عليها. فان بتساوي صفر. ان بقى الانتجريشن بتاع مين؟ برضه سيجما واي في دي ايه بقى؟ مفيش ضرب مفيش واي معانا صح؟ يبقى هتوصل لنفس الفورمات دي بس بدل ما هي واي سكوير هتبقى ايه؟ واي بس. فهنكتبهم تاني سيجما اللي هي بتساوي واي على رو دي ايه صح؟ في حاجه تانية دي عملنا لها استنباط في السطرين دول. ليه ما كتبناش الفورم اللي تحت؟
اللي هي ام واي على اي لا انا سيجما هي دي سيجما ودي كوناتها كده ما هي دي سيجما برضه فين اللي هي اخر سطر دي ام واي على اي اه طب اكتبها ليه انا عايز اعمل ديريفيشن من السكراتش ده تمام وما اختلفناش دي صح في الاخر تمام بس انا عايز اعمل ديريفيشن هنا سريع عشان اعرف النيوترال اكسس فين في احيانا معادله كده وهي نفسها كده وهي نفسها تاخد السهله عشان تدي لك دايركت يعني انا لما تعملها هشيل الام وحاطط سيجما مفيش ام دلوقتي هنا احنا خلصنا الام فلازم هترجع ام من اصلها هنا فهترجع لنفس السيجما انا عايز ده كده نهائي عايز ارجعه وافسره للبدايه فهنا هيبقى التكامل واي دي ايه ودي على روم في الخارج يساوي زيرو المعادله دي بقى بتقول ايه؟ ان واي دي ايه كانتجرال لازم يساوي صفر وهو بيساوي ده الفيرست مومنت وبيساوي صفر فين؟ عند السنتر يبقى اذا الاكسيس دي اللي هي النيوترال اكسس اكتب هنا is the centroidal axis اللي هو هسميه X اللي عنده هحسب ال elevation Y و I X واضح الكلام ده؟ في حد عنده أي سؤال؟ فأنت قلت الإجابة وده البدر أي السطر الصغير اللي هو يؤكد كلامه أي أسئلة؟ دكتور معلش احنا ليه قلنا ان N equals 0؟ عشان مفيش نورمال انا بص انا جيت اول الحصه برضه زي فاكر الكونتينوس بيم وقلنا انسى الان بقى خلصناها هنا بالظبط انسى الان خلصناها انا مركز على ده بعمل كل الديريفيشن على الترم ده وبعد ما اخلص اروح جاي هل النيوترال اكسس في الاخر هو السنترويدال اكسس ولا لا سؤال يس اور نو هل النيوترال اكسس بعد ما حل ده هو السنترويدال اكسس ولا لا؟ ايوه النيوترال اكسس هو السنترويدال اكسس بعد ما حل الترمين دول ولا لا؟ ايوه لا في ان هنا داخله لان دي هتلخبط مكان النيوترال اكسس انما انا شغال على الترم ده ده على الترم ده ده الترم ده كل الشغل ده على الترم ده الواي متقسم من النيوترال اكسس اللي هو السنترويدال اكسس الاي بتاع النيوترال اكسس سنترويدال اكسس انما الشكل النهائي لما يجي طيب رود جاي لي كده هيعمل ايه في اللعبه الاثنين دول لو في رود جاي كده هيعمل ايه فيهم هيعدل بس هيظبط يعني فوق هيبقى مور كومبريسد وتحت لاس كومب يعني هيزود هيحاول يدخل النقط دي لجوه فمش هيبقى نيوترال كان نيوترال على قد الام يجيله ام ما بقاش ايه بس احنا في مشكله ان احنا نشتغل كده ده ترم وده ترم ظهر ده مظهرش ده يبقى خلاص ظهروا الاثنين بشتغل ده لوحده وده لوحده بعدين ابقى اعمل لهم مجموعه كده اوكي في اي سؤال المره الجايه